يعطيك العافية يا جماعة، إن شاء الله في المحاضرة هاي المحاضرة القادمة، الفيديو القادم راح نغطي فيهم شابتر 7. شابتر 7 بحكي عن ترانسميشن ميديا، إنه شو هال different medias اللي إحنا بنستعملهم حتى ننقل المعلومات من source للdestination. Transmission media are located below and is controlled by the physical layer. هي موجودة تحت the physical layer. تأخذ signals من physical layer and the sender بتوديها لل physical layer and the receiver. طبعا الداتا اللي احنا بنوديها is represented، احنا بنحولها لل physical layer بتحولها ل signals، ل electromagnetic signal. طبعا electromagnetic energy او electromagnetic signals بتراوحوا من very low frequency ل very high frequency، بتراوح من ال voice اللي هو very low frequency لحد ما نوصل للضوء اللي هو extremely high frequency او light frequency visible light. عندنا بنبلش عندنا ال extremely low frequency and the voice frequency, very low frequency, low, medium, high, very high, ultra high, super high, well, extremely high, بعدي في infrared, بعدي عن invisible light. اللي احنا مهتمين فيه هم ال range of frequencies, bandwidth, twisted pair, coaxial cable, well, fiber optics. دول بالنسبة لإيش بنسميه guided media. Unguided media أو wireless transmission نهتم بالradio waves والmicrowaves والinfrared، هاي كمان كلهم نسميهم unguided media. فالtransmission media بتجزء، أنا عندي يوم جزئين أساسيات، عنا guided عنا unguided. الguided اللي هو الwired، الunguided اللي هو الwireless. فبحالة الguided أنا عندي هالmedium، أنا عندي هالconductor والسيجنالز ماشيين مع هالميديا. الميديا كانت راح باتجاه الشرق بتروح باتجاه الشرق، راح باتجاه الغرب بتروح باتجاه الغرب. حتى الوايرلس ترانسميشن حسب وين السندر بكون عامل لي فوكس للانتينا تبعي، سيجنالز بروحوا بحالة الدايركشن الانتينز، يؤمني دايركشن الانتينز ان الترانسميشن تبعي بروح بجميع الاتجاه. في فيديو اليوم راح نغطي موضوعين، حالة الجايدد ميديا راح نغطي التويستد بيرز والكوأكسل كيبل. الفيديو اللي بعدي راح نغطي فيه الفايبر اوبتكس والوايرلس او الان جايدد ترانسميشن. الجايدد ميديا which are those that provide a conduit from one device to another include twisted pair cables, coaxial cables, fiber optic cables. حكينا راح يكون على بداية اليوم على twisted pair cables. من اسمها twisted pairs هي عبارة عن سلكين طبعا معزولين عن بعض، كل واحد له في له ال insulator plastic عزله. ملفوفين حوالين بعض. But it consists of two conductors. Each conductor has its own plastic insulation. And the two conductors are twisted around each other. واحد الوايرز بيحمل السيجنال والثاني بيحمل اللي هو الجراوند او الريفرنس. فانا مشان اعرف بالضبط شو السيجنال عمال تتودى، انا بعمل سبتراكت للجراوند او الريفرنس من السيجنال. بالوضع الطبيعي اذا ما عندي اتنيويشن، سيجنال ممتازه كله تمام تمام ما في عندي نويز، الجراوند او الريفرنس يكون في زيرو، والسيجنال بغض النظر قديش قيمتها المطرح من بعض زي كأنه أنا ضل عندي السيجنال. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، ليش أنا عندي التويستس بيناتهم؟ الفكرة الأساسية هون موضوع التويستس إنه مشان نلغي تأثير النويز. بحكينا the two wires are subject to noise or crosstalk from another pair. يعني إذا كان عندي noise أو في عندي pair ثاني ماشي حواليه ممكن يتأثروا ببعض، فمشان نلغي التأثير إحنا بنعمل twist لبعض. فبالتالي لو في عندنا noise مثلا مصدر للنويز، مرة بأثر على signal مرة بأثر على
الجراوند، مرة على السيجنال مرة على الجراوند، وبالتالي لما أطرحهم من بعض فعلياً أنا اللي عمالي بساويه إنه بشيل تأثير النويز. كل ما زاد عملية أو كمية التويتس كل ما صار الوضع عندي أحسن والإميونيتي للنويز صارت عنديهم أعلى. ولكن مشكلة إنه كل ما زدنا عدد البيرس عدد التويتس عفواً السعر راح يغلى، لأنه الماتيريال اللي استعملها تتحمل التويتس راح تصير أغلى وأفضل. بالنسبة لـ Twisted Pairs احنا عندنا نوعين أساسيات، عندنا إشي بنسميه Shielded Twisted Pairs أو STP، وعندنا إشي بنسميه Unshielded Twisted Pairs أو UTP. فرق بيناتهم من اسمهم، Shielded فيه Shield بيغطي الـ Two Wires مشان يخفف من تأثير الـ Crosstalk، يخفف من تأثير الـ Noise، لكن مشكلته إنه أثقل نظراً للشيلد اللي احنا ضفناه، حركته أصعب، bulkier، more expensive، والأدفانتج له مش لهالدرجة مهمة جداً، هي مهمة بس ما لها التأثير الكبير. فبالعادة معظم الموجود على النيار هو من الـ unshielded twisted pairs. الـ unshielded twisted pairs بالعادة إلها مجموعة categories اللي طلعت فيها مؤسسة اسمها Electronic Industries Association أو EIA. جزأوا أنواع الـ Unshielded Twisted Pairs ما بعتمد على شو الماتيريال اللي احنا استعملها لـ 7 categories من 1 ل 7. الـ category الأولى أو Cat 1 نستعملها للتليفونات، Unshielded Twisted Pairs used in telephones، لأنه الـ data rate اللي تعطنيها قليل جدا، هي مناسبة للـ voice لكن أكثر من هيك غير مناسب. كان إشي عندنا منتشر بشكل كبير اللي هي الكات 3 تعطينا لحد 10 ميجابت بير سكند. حالياً الكات 5 جداً منتشرة كإيثر اللي هي الإيثرنت كابلز بتعطينا لحد 100 ميجابت بير سكند داتا ريت تبعها. عندنا أعلى إشي الكاتيجوري 7 مرات بسموها Shielded Screen Twisted Pairs، نصين لحد 600 ميجابت بير سكند، ولكن إلها استعمالاتها الخاصة. إحنا بالعادة معظم الشغلات أو معظم الابليكيشنز نستعمل فيها الكات 5 لحد 100 ميجابت بير سكند كإيثرنت كيبلز. Unshielded Twisted Pairs Connector اسمه RJ45، عبارة عن كيت كونكتر، يعني مش بس انه بنحطهم وخلص على العمياني، لا لازم كل واير موجود جوا الايثرنت كيبل له محل اللي يركب فيه. بالاضافه للـ RJ45 يعني RJ10 و11 هذول بنستعملهم بالنسبه للتليفونات. الـ RJ10 بنستعمله للتليفونات الارضيه طبعا، RJ10 نستعمله للواير البروت ما بين سماعة وجهاز التليفون، والRJ11 هو السلك اللي بوصل ما بين التليفون والحيط والمأخذ اللي موجود أنا عندي بالحيط. حتى نحسب البرفورمانس للأنشيلد توست بيرس بالعادة بقارنه ما بين الفريكونسي والأتنويشن. القاعدة بتحكي لي إنه كل ما زادت الفريكونسي كل ما زاد attenuation، كل ما زاد attenuation يعني losses اللي أنا عندي إياها على الواير بتزيد، يعني عدد الريبيترز اللي أنا بحتاجهم بزيد. إذن طبعاً بالمقابل زدنا الفريكونسي، كمية الداتا اللي بقدر أوديها إحنا بتزيدوا. إذن ودي فريكونسي أعلى كمية داتا أكبر، ولكن attenuation عندي بزيد، فلازم ألاقي أنا نقطة المساواة الـ optimal point اللي عندي، بحيث إنه أنا ما بدي attenuation عالي ولكن بنفس الوقت بدي أودي كمية داتا قدر الإمكان يكون كبير. بالعادة بيعطوه للـ twisted pairs إشي بسموه الجيج. الجيج اللي هو نوعا ما diameter للواير، كل ما زاد الجيج كل ما زاد attenuation، ولكن كل ما قلت الـ thickness. يعني thickness للـ gauge 26 أقل من الـ gauge 24، أقل من 22، أقل من 18،
لكن كل ما زاد الثيكنس كل ما قل الايش الاتينويشن. اذا ثيكنس قليل اتينويشن عالي، ثيكنس عالي مثلا جيج 18 اتينويشن قليل. طيب شو بصير؟ زدنا الثيكنس زدنا الماتيريال الموجوده، اذا بصير سعره اغلى. اذا جيج 26 ارخص شيء لكنه ارفع شيء وبالتالي اتينويشن عالي. جيج 18 ثيكنس تبعه عالي اتينويشن قليل لكن سعره غالي. ف اي ريليشن شيب ما بين ديفرنت جيجز الموجودات عندنا اياهم، بدي اعمل اوبتمايزيشن بروبلم بحيث انه اشوف شو انسب سيستم او شو انسب واير ممكن انا استعمله. طبعا يو تي بي ابلكيشن تروست بير ابلكيشنز بلشت عندنا موضوع التليفونات، بعديها الديجيتال سبسكرايبر لاينز الاي دي اس ال، اللوكال اريا نتوركس اللي هو اللانز، الايثرنت كلها بتستعمل هاي بتستعمل فيها الانشيت بروسيسرز. وبالتالي النتورك الموجود عندنا جوا البيت بنستعملها لها بنستعمل انشيتد تروستد بيرس. نوع ثاني من انواع الكوندكتورز او انواع الميديا اللي احنا الجايدد ميديا اللي احنا بنستعملهم اللي هو بنسميه كوأكسل كيبل. الكونستراكشن للكواكسل كيبل كالاتي: في المنتصف عندنا الانر كوندكتور اللي هو عباره عن سلك نحاس اللي بيحمل السيجنال، بيغطيه انسوليتر عازل، فوق العازل في عندنا الشيلد. الشيلد وظيفتين له، الاول الاولى اللي هي انه يقلل تاثير النويز على السيجنال، والوظيفه الثانيه اللي هو عباره عن جراوند. انا ما احسب السيجنال، انا فعليا بطرح السيجنال الموجودة بالإنر كوندكتور ناقص الريفرنس اللي هو الجراوند. بعد الجراوند بعد الشيلد في عنا كمان إنسوليتر، بعديها كله بغطي عنا بلاستيك كبر اللي هو السيلك اللي احنا منشوفه. الرينج للفريكونسيز بالكوأكسل كيبل أعلى من الرينج للفريكونسيز بالتوست بيرس، وبإمكانه يودي لكمية داتا أكبر بريت أعلى، ولكن بالمقابل التكلفة الموجودة لها السلك أعلى من تكلفة التوست بيرس. زي التوست بيرس عندنا مجموعة كاتيجوريز، عندنا الـ RG59 RG58 RG11. كل واحد من هالكاتيجوريز بيعطيني مجموعة معلومات. لما حكيت RG59 مثلا له مجموعة معلومات من الجيج، الثيكنس، الكونستراكشن للشيلد، سايز اند تايب اوف ذا اوتر كاستنج، كل هاي الشغلات بتدخل فيها بتعطيني معلوماتها اللي هو الكاتيجوري الموجودة عندي. مشان نشبك الكوأكسل كيبل مع الديفايسز مع ديفرنت applications، عنا أكثر من connector. connector الأول نسميه BNC connector اللي هو الconnector الطبيعي اللي احنا دائما بنشوفه، واللي بيشبك لي الكوأكسل كيبل مع devices. عنا BNCT نستعمله حتى نعمل split للداتا أو split للwire للكوأكسل كيبل wire. إذا بدي أودي نفس الداتا لـ two different devices, two different sources. عنا بالأخير عنا BNC terminator. اللي بيصير إنه الـ coaxial cable هي واحدة من الميديا اللي إحنا نستعملها بالـ bus topology. يعني إحنا بنسمح من خلالها لأكثر من device إنه يعمل tapping على wire يأخذ معلومات منه. طيب شو بيصير عن نهاية الـ bus؟ هل نترك الواير لحاله هيك وخلاص؟ إذا تركنا الواير لحاله بدون ما نعمله أي تريتمنت، اللي راح يصير إنه السيجنال راح توصل لنهاية السلك وترجع برجوع. لما يصير نفس هالحكي ترجع برجوع راح يصير عندنا interference بالسيجنال اللي موجود عندنا بالسلك، وبالتالي ما راح نستفيد إشي من المعلومات اللي إحنا عمالنا نوديها. اللي بحطوه بعملوا BNC terminator مشبوك مع الأرض حتى يعمل تفريغ للشحنات، تفريغ للسيجنالز، وبالتالي توصل السيجنال لنهاية
الواير وبتتفرغ بالأرض وما بترجع للسلك نفسه، وبالتالي إحنا ممكن نتعامل فيها بكل بساطة. نفس فكرة الـ UTP الـ performance للـ coaxial cable بنحسب ما بين الـ relationship ما بين الـ frequency والـ attenuation. كل ما زاد الـ frequency زاد كمية الداتا اللي بقدر أوديها، ولكن بقل إيش الـ attenuation. الـ gauge كل ما زاد الـ gauge كل ما قلت الـ thickness، كل ما صار سعره أرخص ولكن attenuation أعلى. كل ما قل الجيج كل ما زادت الثيكنس، كل ما قل الاتينيويشن وكل ما زاد سعر، وبالتالي انا بيكون انا عندي اوبتمايزيشن بروبلم هون عشان اشوف انه واحد منهم الافضل. لايك ابلكيشن للكواكسل كيبل بالعاده اكبر استعمال لها كان عباره عن استعمالها في الانفراستراكشر. طبعا الحكي قبل الكوميرشاليزيشن الفايبر اوبتكس، قبل الفايبر اوبتكس تنتشر جميع الاماكن، كانوا يستعملوها للانالوج تليفون نتوركس، جمعوا فيهم كميه كبيره من الفويس شانلز ودوهم على ميديم واحد. تراديشنال كيبل تي في نتوركس فور انفراستراكشر، كيبل تي فيز كان اللي كانوا موجودين تحت الارض كمان كانوا يستعملوا فيهم الكواكس الكيبل. الـ traditional Ethernet LANs كانوا كمان يستعملوا فيهم coaxial cables. طبعا هاي الشغلات كلها نوعا ما coaxial cable بطل له هالاستعمال كبير. معظم الاستعمال حاليا عماله بيكون للـ fiber optics infrastructure والـ Ethernet cables جوا البيوت جوا LANs. هيك بنكون خلصنا موضوع coaxial cable. إن شاء الله في الفيديو القادم رح نحكي عن موضوع اللي هم الفايبر اوبتكس، وراح نحكي عن الانجايدد ميديا. يعطيكم العافيه.